السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، واول حاجه نبغي نبارك لكم العواشر ونقول لكم عيد مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا يا ربي باي حاجه زوينه تمنيتوها الله يحققها لكم. وكذلك غادي ندوز دابا نشارك معكم المائده ديال المتواضعه ديال اليوم العيد. كتشوفوا معايا هنا عندي واحد التشكيله ديال الحلويات اللي يعني صوبتها، صوبت الفقاس، صوبت ريش بوند، وحلوه ديال الكوكو. عندي هنايا فواكه جافه او مكسرات، عندي كذلك هنايا مسمنات او رغيفات، واتاي المغربي او الشاي المغربي ضروري. هنايا عندي كيكه عاديه البنات، هذه غير كيكه يوميه، فقط انا زينتها يعني باللوز افيلي اللي حمرته ديجا شويه في المقيله، هكذا حمرته ودهنتها يعني بالكوفيتير. ممكن تدهنوا بالنباج، انا ما توفرليش، دهنت غير بالكوفيتير ودرت عليه وزينتها يعني بداك اللوز افيلي محمر وصافي. كانت هذه هي المائده ديالي ديال هذا النهار ديال العيد. وبالنسبه للبنات الجلابه اولا شنو لبست نهار العيد، فانا لبست هذه الجلابه هذه اللي ديجا كانت عندي البنات، كنت جبتها معايا من المغرب ولكن ما عمري لبستها، يعني باقا جديده وصافي. قلت نيت هذه هي وجي بنات باش لبستها، لبستها في العيد هذا. كتجي على هذا الشكل هذا، هذا هو الفولار اللي درت معاها، هذا الفولار يعني خديته معاها مني خديت الجلابه، مخلي يعني خصيصا غير لهاد الجلابه. كتشوفوا فيها يعني نفس الالوان اللي في الجلابه. بالنسبه للخياطه كنظن مكرامي كيقولوا لهاد الخياطه، هذه كنت خيطتها عند الخياط، هي هذه كتجي هكذا سامبل وخفيفه. وكذلك الكمام، فانا درتهم هكذا على هذا الشكل، ماشي ايفازي، درتهم هكذا سامبل. وبالنسبه للثوب فهو الثوب ديال المليفه اللي كي معروف يعني باميره. زوين صراحه هذا الثوب البنات، كيكون خفيف خفيف زوين وكيصبر يعني. ديجا كانت عندي وحده قبل منها حتى هي نفس الثوب، الثوب ديالهم زوين صراحه. صافي البنات، ما بقيتش صورت لكم مازال نهار العيد يعني، حيت للاسف يعني نهار العيد كان الزوج ديالي في العمل، وما يعني ما درتش يعني شي حاجه، ما خرجت ما والو، دونك ما صورت لكمش يعني حتى لثاني نهار. بالنسبه لنهار العيد فانا طيبت يعني غير كسكسو هكذا، درنا كنا نيت مشهيين كسكسو، ما درناهش يعني في رمضان من قبل يعني رمضان ما درناش، درت كسكسو هو اللي درت صافي. وهذا النهار هذا النهار الثاني يعني ثاني عيد ان شاء الله. هنايا كنا شادين الطريق غادي لواحد مطعم صيني باش نتغداو، ومن تما عاد غادي نشوفو فين غادي نمشيو. المهم هاد المطعم البنات كيجي على شكل بوفيه، يعني فيه يعني هكذا بزاف ديال الماكولات، وكتاخدي يعني هكذا كتديري في البلا ديالك اي حاجه بغيتي كتاخديها. عندهم هنايا لي سوشي، وعندهم كذلك يعني الحوت، عندهم يعني كيديروا حتى الدجاج وداك الشيء، ولكن الاغلبيه عندهم الحوت. كنجيو يعني لود الحوت، عندهم لي سالاد، عندهم لي سوب شينواز، اي حاجه. مهم كتعرفوا البوفي يعني كيكون منوع ومشكل، فيه الخضار، فيه الفواكه، الديسير، لي كيك، واي حاجه، حتى الايس كريم عندهم. صافي صراحه البنات هذا من الاماكن المفضله او المطاعم المفضله عندي، كيعجبني بزاف نجي ليه. المهم هذا هو كان لو بلا ديالي اللي خديت فيه هكذا يعني السمك منوع، هذا لو بلا ديال الزوج ديالي. وبالنسبه للولد ديالي كتعرفوا الوليدات ما كياكلوا شيء، صافي هو اكتفى غير بواحد طرف ديال البيتزا هو اللي خدا، والايس كريم والعصير راكم عارفين الدراري.
البنات هنايا من بعد ما تغدينا جينا باش نهضموا مشينا لواحد المول صافي. هنايا دزت له المحل هذا سميتو باسكافز، هو الاول دزت ليه. وخليكم مع دويره، درت بكم هكذا واحد دويره خفيفه. وصراحه البنات انا الحوايج ما عنديش معهم هكا زعما نمشي نقلب في الحوايج داك الشيء، الا اذا كان يعني خاصني شي حاجه، محتاجه شي حاجه، فكنمشي يعني كنمشي لجهه الحوايج. ولكن العشق الوحيد البنات هو الماعن، فضروري ضروري نمشي لشي ستور، ضروري نمشي للجهه ديال الماعن ولا ديال الديكورات وداك الشيء، ونبقى نشوف هكذا نبرع عويناتي كما كيقولوا اللي ما شريت نفسه. المهم درت بكم واحد الدويره هنايا، عندهم واحد الاواني زوينين بزاف. عجبوني بزاف البنات هادو اللي كيكونوا هكذا كيدروا فيهم هكذا القهوه والسنيده والاتاي، كيجيو هكذا في المطبخ يعني الشكل ديالهم زوين بزاف. عجبني داك الشكل ديالهم المغربي هكذا، بحال داك الزلي، بحال الزلي المغربي. ها هو صراحه الثمن ديالهم غالي وتقالين، تقالين بزاف يعني ديال السيراميك كنظن، كانوا يعني تقال بزاف. الشكل ديالهم رائع، عجبوني بزاف، ولكن صراحه الثمن ديالهم كان غالي بزاف. يعني هذيك الكبيره ب$20 والاخرى كنظن وقيله 15. عجبوني كذلك البنات هاد الحاملات هادو ديال الحلوى وديال لي باتيسري، صراحه كيجيو زوينين بحال هكذا. فيهم يعني هذا اللي فيه جوج ديال لي بياس، وفيه فيهم هذوك ديال ثلاثه، ودايرين عليهم صراحه تخفيض. ولكن صراحه ما زعمت شيء انا، يعني في بالي نجيبهم معايا من المغرب، ولكن ما عرفت الصراحه. بانوا لي حتى هادو زوينين، قولوا لي نتوما الراي ديالكم واش زوينين، واش نقدر يعني نرجع ناخذهم. ما عرفتش حقاش كانوا دايرين لهم واحد السيل مهم. كنظن هاد الصغيره كانوا دايرين ليها غير $7، يعني الثمن ديالها كان 15، والكبيره دايرين ليها $10، فيها يعني ثلاثه ديال لي بياس. قولوا لي كيجاكم البنات، وقولوا لي البنات كذلك شنو اللي احسن، يعني شكون اللي عمليه اكثر، واش هذيك اللي فيها غير جوج بياسات ولا اللي فيها ثلاثه. نقدر يعني نرجع ناخذ، يعني يعطوني فكره هكذا نقدر نرجع ناخذهم. جبتكم البنات لهاد المحل ديال اتش ام، حتى هو كيعجبني هكذا، فيه ثمنه يعني مناسبه، كيجيبوا هكذا حويجات زوينين كري فيهم. عندهم لي شوميز طوال، عندهم لي فيست. بالنسبه هكذا البنات اللي كيديروا الفولار وكيبغيو هكذا يعني يلبسوا شي لباس يكون هكذا يعني طويل ومغطي، فهما عندهم يعني هاد لي فيست هادو زوينين، كيجيو هكذا طوال وفي نفس الوقت يعني مستيلين. وعندهم كذلك هاد لي شوميز حتى هما كيجيو طويلين بحال هكذا ومستورين، بالنسبه للبنات اللي كيديروا الحجاب ولا حتى اللي ما كي يعني كيعجبهم هكا اللباس يكون طويل. فاش كتعرفوا هنا يعني قليل ملي كتلقاي بحال هكذا شي حاجه اللي يعني هابطه. صافي عجبوني كذلك هاد السبابط هادو اللي جابوا، صيفيين هكذا، فيهم الالوان زوينين، بلا هكذا يعني مناسبين للصيف. جابوا كذلك دي صندال زوينين هكذا ديال البحر وديال ديال البارك وداك الشيء، يعني زوينين بزاف صراحه. والاثمنه كما قلت لكم حتى هي يعني اثمنه مزيانه.
وللاسف البنات الفيديو ديال اليوم راه سالات. نتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيت زوين، يكون عجبكم الفيديو ديال هذا النهار. الا عجبكم كالعاده ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه اللي كنتوا اول مره كتشوفوها، وكذلك تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ونخليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله، نضرب لكم موعد مقبل ان شاء الله. خليكم على خير، نقول لكم السلام عليكم، الى اللقاء.